بابا عايزة ايه يا ياسمين؟ عايزك تجيب لي فانوس. لا فانوس ايه يا ياسمين، لسه بدري قوي على الفانوس، فاضل اسبوع على رمضان يا ماما. زني عليه بيجي بالزن. وكمان عاوزك تجيب لي فانوس كبير عشان احطه في البلكونه. يا سلام، قلت لك لسه الكلام ده سابق لاوانه قوي يا ياسمين يا حبيبتي. سابق لاوانه ايه؟ عادل رمضان فاضل عليه اقل من اسبوع، وانت ما سطرتش البيت لغايه دلوقتي جبت خزين رمضان. انتوا طلبتوا مني حاجه وانا لسه ما جبتهاش؟ كويس قوي، نقول لك الضروريات. 20 كيلو زبيب، 20 كيلو بندق، 20 كيلو جوز، و20 كيلو لوز، و20 كيلو جوز هند، و20 كيلو من كل حاجه. 20 كيلو من كل حاجه؟ بص يا ماما انا هجيب كله على بعضه 20 كيلو من كل حاجه، كيلو خلاص. يا سلوم، لا طبعا ما تنساش اهم حاجه، انك تجيب 65 لفه قمر الدين. ده غير يا حبيبتي الخزين، اللحمه والفراخ. ده يعتبر اساسيات، دي الضروريات، مش تقولي فستق وجزدق ومصدق والحاجات دي. طب بص بقى، احنا عاوزين 35 كيلو سمنه بلديون. بلديون يعني بلدي. حاضر يا حماتي. و40 كيلو زبده فلاحي. فلاحي، حاضر يا ماما. و20 علبه سمنه هولندي بطعم الزبده الفلاحي. حاضر يا ماما، اجيب لك كل اللي انت عايزاه. هو انتوا ما تعرفوش غير السمنه؟ ما سمعتوش عن الزيت ومشتقاته يعني؟ طب اسمع بقى وخد بقى، ابتدي اكتب. احنا عايزين 12 ديك رومي، وعايزين 20 كيلو عرقه البيانكو، وعايزين 15 كيلو فيليه، و30 كيلو سكالوب، و20 فرخ برازيلي. برازيلي؟ اشمعنى عن الفراخ البرازيلي؟ على اساس ان البرازيل خدت كاس العالم، فالفراخ البرازيلي هتاخد الدوره الرمضانيه مثلا ولا ايه؟ وما تنساش والنبي وحياه ابوك، 30 كيلو لحمه راس، وخمسة كيلو 25 كيلو كارع جملي، وشوية سقط من بره على كش على فشة بقى. طب ما نجيب جاموسة ونذبحها ونحطها في التلاجة أسهل. هزر بقى يا عادل، ما أنت عارف رمضان كله مصاريف وعزايم. عزايم إيه؟ إحنا هنعزم مين؟ ما العيلة كلها متجمعة عندنا الحمد لله، يعني أعزم سناء أختي؟ ما سناء أختي قاعدة واكلة شربة نايمة كل يوم. أنا عايزة أعزم أم ميرفت وبناتها وجوازهم. وجوازاتهم مالهم يا ماما؟ نعزمهم ليه يعني يا ماما؟ يا ابني يا حبيبي، تبادل خبرات. وانا كمان يا ابي عندي قائمه مفصله فيها الاصحاب والاقارب والمعارف السطحيه. ما دام معارف سطحيه نعزمهم ليه هنا؟ نعزمهم على السطح يا نجلاء. ايه دي ده؟ انتوا ناسيني انا وناسين العزومات بتاعتي انا واصحاباتي انا كلهم الاسكركرتيين. اسكركرتيين؟ خالص. حاضر يا حماتي، نعزم لك كل الاسكركرتيين. عادل. ايوه يا رني. بص انا عملت لسته باسماء اصحابي من 1 رمضان ل 30 رمضان، يعني على اساس كل واحده تيجي تفطر عندنا في يوم. بص النبي يا رب السنه دي بقى يطلع رمضان 30 يوم مش 29، يعني على اساس بقى ان اللسته يعني ما تتلخبطش. ها ان شاء الله رمضان هيجي 28 يوم. قاعد انت طبعا مبسوط وبتصفر عشان مفيش شغل يا استاذ. ايه دوله، واحنا كان من امتى يعني بيجي لنا شغل اصلا؟ من امتى بيجي لنا شغل؟ يعني الفتره اللي فاتت دي كلها عمال بتقبض مني وانت ما بتشتغلش. يلا هتضرب يا دوله، هتضرب. هضرب. اني بقى الفتره اللي فاتت دي كلها يا عم، وانا كنت بقبض اصلا؟ وانت اصلا كنت بتشتغل عشان اقبضك؟ وبعدين ما انا كنت اقبضك لما يجي شغل، وبعدين يجي فلوس من الشغل كنت اقبضك. بس انت كده بتضحك. قوم يلا قوم يلا. بس انا خلصت الشغل. قوم يلا قوم يلا، انا بقول لك ماشي. شغل مريح قوي على رمزي، مش عارف ليه السياح زي ما تقول كده اضربوا على انهم يجوا. دول يمكن يكون عندهم يعني صايمين ولا حاجه. يمكن يكون عندهم صايمين. تعال تعال. سياح يكونوا صايمين؟ يهبل، فاضل اسبوع على رمضان. صح يا دولا. طب ما بقول لك يا دولا، يمكن يكون رمضان بيجي مستقدم عندهم يعني. مستقدم عندهم على اساس انهم دول متقدمه؟ يعني اي كلام بتهيص فيه وخلاص. بس تصدق يا رمزي، ممكن كلامك ده يبقى صح. تعرف في بعض الدول الاوروبيه عندهم النهار بقى بيجي ايه على طول، يعني ما بيبقاش عندهم ليل خالص، يعني ممكن ست شهور يبقى في نهار بس. فتخيل بقى على ما ييجوا بقى يفطروا مثلا ويجي عندهم المغرب يكون ماتوا من الجوع. يا خبر ابيض، انهي الدول الاوروبيه دي يا دوله؟ دول اوروبيه اللي هي اليمن وكده يعني. يا دوله احكي لي حدوته. دوله حدوته ايه؟ اي كلام. هتدوق اسيب شغل واقعد اقول لك حدوته نشوف مين يمكن شغل. يا رب ما يبقى شغل يا رب. رانيا. ها يا رانيا. ايوه، عايزه ايه؟ ايه؟ عايزه ملحق طلبات؟ يا رانيا حرام عليك يا رانيا، وانا ما انا كده هسقط السنه دي يا رانيا. ملحق ايه؟ خلي الملحق ده للسنه الجايه، رمضان اللي جاي ان شاء الله. سلام سلام سلام. حاجه غريبه جدا.
ايه دولة مالك يا عم؟ مزاجك مكركر ليه كده يا دولة يا عم؟ ما احنا بناكل ونشرب يا دولة خلاص بقى. الناس دول مش حاسين بحاجة، ده احنا ايراد الشهر اللي فات كله في البازار ما يجيبش ربع الطلبات اللي هم طالبينها، غير بقى الناس اللي عازمينهم، عازمين طوب الارض يا رمزي. ايه ده دولة هم ما عزمونيش انا يعني؟ انت مش محتاج عزومه يا رمزي، انت صاحب بيت يلا. ربنا يخليك، ده العشم برضه دوله. انت مش عايز العزومه، انت عايز الطرد يا رمزي. ليه دوله؟ ايوه الطرد، الطرد وارتاح. رمضان يخش عليا كده وانا مريح. اطلع بره يلا يا رمزي. ليه دوله؟ اطلع بره عشان ربنا يكرمنا في رمضان. اطلع بره يلا. طب احكي لحد بره يلا. خد 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 خد. والله ما شفتها. ما شفتهاش؟ كسرت النجفه؟ اقعد اشتغل بتمنها يا كلب. الله، دول هما ليه مش مشغلين أغنية يا ليلة العيد يا كحلاك؟ يا كحلاك يا كحول، يا ليلة العيد يا لحلاك، يا لأ بتاعت أم كلثوم يا أهبل يا أهبل. الله يا دول، أنت عارف بقى أنهي أغنية اللي أنا بحبها أو بردك؟ اللي هي إيه العيد فرحة، أجمل فرحة، سعدنا بيها بيخليها. حلوة أوي الدولة دي. دولة هو يعني هو مين سعد ده؟ يا لأ اللي هي بتاعت سعدنا بيها، سعدنا بيها ده محامي بيجي في العيد بس يا بس بعدين أنت بتفكر في العيد من دلوقتي مش لما يجي رمضان الأول يا أهبل. إيه ده يعني إيه دول؟ يعني رمضان بيجي قبل العيد. لا يا راجل. ساعات حته سعد امورنا يا باشا. بقول لك ايه، مين قصدك المعلم وحوي ده؟ باشا ما بيظهرش الا قبل رمضان باسبوع واحد. وحوي يا وحوي معروف. الدوحه معروفه. اليوحه يا اهبل، اليوحه اللي هي زي اليوجا كده يا اهبل. وده ايه يعني؟ مين الفوانيس اللي معاه دول؟ ده يا باشا بقى الاب الروحي لكل الكنفانيه اللي في المنطقه. ايه الكنفانيه دي؟ يمكن يا دول اللي هم اللي بيكفنوا الميتين دول هم. لا يا رمزي، الكنفانيه دول يا باشا اللي هم بتوع بقى الكنافه والقطايف والزلابيه. رمضان بعد بكره بقى كل سنه وانتم طيبين. وهم دلوقتي يا باشا بقى بيحضروا للمؤتمر. ايه مؤتمر الكنافه العالمي يعني؟ انت بتقول فيها يا استاذ عادل؟ ده اول مؤتمر للكنافه العالمي والقطايف. يا سلام، مؤتمر الكنافه. متشكرين قوي حته، متشكرين. عمالين بيحضروا الموسم بتاعهم طبعا، واحنا قاعدين بنش، مفيش شغل عندنا في البازار. معلش يا دولة، معلش يا عم ما تزعلش نفسك كده. وين يا دولة؟ كل واحد مننا بياخد حظه من الدنيا. اسمها حصر مش حظه. مش بتلاقي مثلا يقول لك ايه الفيلم ده معروض حصري على القناه دي؟ انت ايه اللي معادك معايا اساسا؟ واحد برغم. يلا اتكل على الله، اتكل على الله، روح على البازار افتح واقعد هناك اجري. لا يا دولة بقى، احنا مش كنا في البازار يا عم من شويه وانت قلت لي تعالى نقفل البازار ونقعد انا وانت ادي يا رمزي على القهوه؟ الشغل مريح قوي يا رمزي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ماشي خليك قاعد. الحمد لله ان هو مريح يا دولة. ما يعني كان الشغل عامل لنا ايه اصلا؟ ده بقى يا رجاله الموسم بتاعنا احنا. ايه ارزاق. خلاص يا رجاله اتفقنا، ميعادنا اول رمضان وفي المؤتمر، ما تنسوش. مع السلامه يا رجاله. مع السلامه يا معلم. مع السلامه. ولا رمزي خليك هنا يلا انا جاي لك. السلام عليكم يا معلم. سلام ورحمه الله وبركاته. اؤمر. حضرتك المعلم وحوي؟ انا المعلم وحوي. حضرتك يعني ما بنشوفكش من السنه للسنه، ما بنشوفكش غير في رمضان يعني. نعمل ايه؟ شغلنا في رمضان وبس. يلا ربنا يكرمك. بس يعني تفتكر شغلكوا في رمضان دي موسم واحد بس طول السنه تكفي مصاريف فيك وبقيه السنه؟ الحمد لله بنكسب زي الفل. ده اليوم الواحد بناخد فيه يجي 2000 جنيه في الموسم. ما شاء الله 2000 جنيه في اليوم، يعني 50,000 في ده انا ما بكسبهمش. يلا ربنا يكرمك. يعني انا بس كنت عايز اجي اخش معاكم يعني في السبوه بتاعت الكنافه والقطايف دي، ينفع يعني؟ حضرتك عضو نقابه المهن الكنفنيه؟ لا حضرتك صراحه مش عضو يعني. ولا معاك تصريح سنوي ولا مؤقت؟ لا صراحه يعني. هو ده شرط ولا ايه؟ طبعا شرط. اقول لك احنا عامل لك تصريح مؤقت دلوقتي، وان شاء الله الموسم اللي جاي تاخد عضويه عامله. ربنا يخليك. عموما انا جاهز من مجاميع وعندي المحل وهيبقى فاضل له بس شويه حاجات بسيطه يعني. كل ده امره سهل، المهم بس تثبت نفسك بكره في المؤتمر الاول للكنافه والقطايف. ماشي. وفي نهايه كلامي في المؤتمر التجريبي الاول للكنافه والقطايف والمعقود بمناسبه شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. وانت طيب يا معلم. أحب أولاً أن أقدم لكم آخر الأعضاء المنضمين لنقابة المهن الكنفنانية والقطفنانية، ولا أقول لكم هو يقدم لكم نفسهن. اتفضل يا أستاذ. يا هو خلاص دول
بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه طبعا احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي عادل سعيد الشهير بدولة قمر الدين. يا دولة يا دولة يا دولة. ده رمزي زلابيا المساعد بتاعه، وانا اسف طبعا على الازعاج اللي هو عامله يعني، وعايز ابشركم خيرا يعني ان شاء الله هنطلق اول موقع الكتروني لكل محلاتنا، يعني كل المحلات بتاعتنا هتبقى على الانترنت، والناس لما يعوزوا مثلا مننا كنافه ولا قطايف يبعتوا لنا ايميلات، واحنا بقى ايه نروح نبيع لهم كنافه وقطايف وكده. والموقع ده ان شاء الله هيبقى اسمه www.xyz.kunafa.qatayf.zalabia.shakalama.egypt.com. وفي موقع ان شاء الله هيتعمل برضو على الفيسبوك، هيبقى بنقدم فيه عينات من الكنافه. والسلام عليكم. عليكم السلام يا دولة. يا اختك اسكت بقى، مش عايزين زحمه. يا معلم. لا كله تمام الحمد لله يا معلم. ده انا اللي طورت صناعه الكنافه في جمهوريه مصر العربيه. يا معلم دولة حضرتك ثانيه واحده، حضرتك عمرك سمعت عن كنافه تحتمس الثالث؟ انا اللي عامل كنافه تحتمس الثالث. يا معلم دولة عمر الدين. يا معلم دولة احنا عندنا عم نقص في قطايف الملك امون وكنافه الملك خفوة دولة. يعني عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم قمر الدين. عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم دولة قمر الدين. سمعت عايزين دي. يا ريت بقى تزود لي الحصه بتاعتي. عندي طلب جامد جدا على كنافه وعلى القطايف، زود لي حصه الدقيق. بص انا ممكن اشتري الدقيق اللي عندك كله باي ثمن يا معلم، باي ثمن. ماشي يا معلم، يلا سلام. حكايه ماشيه يا بندق. يلا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله ينور يا معلم. وعليك يا استاذ عادل. سخنه؟ ايوه قول لي انها سخنه. ولا رمزي؟ نعم دول. تعال يلا تعال. نعم. هات ايدك. اهي دول. لا اعملها كده. لا معقولة يا جماعة؟ معقولة دي كرومي واحد بس؟ ما هي يا حبيبي فخدة الخروف لسه على نار ما استوتش. عاملين فخدة خروف واحدة بس؟ واحدة بس يا حبيبي، في دكر بط لسه بيستوي على النار. وكله على النار، كله على النار. ما كده يا اخوانا النار هتحرق كل الاكل. يا ماما شوفي راس العجل استوت ولا لا، احسن تتحرق الحقيقه. لسه العجل كبير. ايوه يا جماعه، بالنسبه بقى للمشروبات، انا شايف ان انتوا جايبين بس خشاف وعاملين كركديه وعاملين تمر هندي وعاملين خروب وبس. معقوله يا اخي؟ احمد ربنا كفايه قوي كده يا ابني. بلاش بزخ، انت بتلاقي الفلوس. لا بعملها كنافه، قصدي يعني الفلوس كتيرة الحمد لله ما شاء الله يعني. وبعدين يا ماما بالنسبة للأكل اللي عندك اللي لسه ما اتعملش لغاية دلوقتي، أنا عايزك توزعيه كله على الجيران ونجيب أكل جديد بقى من أول وجديد، ولحمة وفراخ وديك رومي من أول وجديد بقى. هاي أنا عايزكم تتبسطوا يا جماعة، عايزين نصرف بقى الفلوس كتيرة. ابني اتجنن. أنا جيت وجبت الحلويات معايا. هي دي الحلويات اللي معاكي بس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنت المعلم عادل قمر الدين؟ أيوه أنا قمر الدين. ممكن أدوق؟ تدوق إيه حضرتك؟ أنت مين؟ أنا المعلم فاطر. معلم فاطر؟ أهلا وسهلا يا معلم، تحت أمرك. طب مش نقعد الأول وتطلب لنا حاجة نتجرعها؟ تتجرع إيه في وسط نهار رمضان حضرتك؟ هو فاطر بحقه حقيقي ولا إيه؟ معلش نسيت له مؤاخذة، العتب على الناس. هو دي حاجة تتنسي يعني يا معلم فاطر؟ معقولة؟ معلش يا دولة، معلش سامحه يا عم. سامحه؟ ما أنت أول مرة تصوم في حياتك. تحت أمرك يا معلم. شوف يا معلم قمر الدين، أنت فتحت المحل ده في نطاق سيطرتي أنا، وما خدتش إذن ولا حتى عملت تصريح. أنا واخد إذن واخد تصريح من المعلم واحد، وادي التصريح اهو وممضي منه، تصريح بمزاولة المهنة صادر من المعلم وحوي احمد اليوحى. حلو حلو اهو. لا 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 انت فاهم غلط خالص، مالس بالس. انت هتحتاج تصريح تاني مني. تصريح تاني ازاي يعني حضرتك؟ يعني عشان انت فتحت المحل ده في منطقة وسيطة تقع بين نطاق سيطرتي انا والمعلم وحوي هو. ايوه يعني هدفع لك انت ولا ادفع للمعلم وحوي؟ هتدفع لنا احنا الاثنين لحد ما نعمل اعادة ترسيم للحدود. ترسيم حدود ايه يا عم؟ يا خارطة الطريق. وبعدين لعلمك بقى
مش المعلم عادل سعيد دول قمر الدين اللي يدفع مرتين. ايه ده؟ حد يكلم المعلم فاطر كده وفي الموسم بتاعه كمان؟ موسم ايه يا عم؟ ده انت اسمك فاطر اساس، وبعدين زبوليتهم فاستاتر، وانت اساسا ما تظهرش في رمضان، اظهر في العيد. فاكرني مراجيح ولا ايه؟ اسمعني كويس، انا ما بسمعش، واسمع انت كلامي، اللي انت عايز تقوله اكتبه لي في جواب وادهوني، وانا هبقى اخد الجواب واقطعه. لا بقول لك ايه، انت هتسمعني كويس، ده انا المعلم فاطر اللي عمري ما جوعت ابدا. لو ما دفعتش ليا تمن التصريح النهارده اللي هو توداي، بكره اللي هو تومورو، مش هتلاقي صنايع كنافه في مصر كلها ورك وزيو يعمل معك. ولا يهمني، مش محتاج صنايع كنافه، الواد رمزي الزلابيه موجود اهو. ولا زلابيه؟ يس معلم دوله عمر الدين. انت قد مش هتعرف تشتغل وتعمل الكنافه؟ اعرف. هي دي شغلانه دوله؟ ده انا مولود في صنايه كنافه اصلا. انا دولة يلا في ايه؟ الكوز ده بايظ يا دولة على فكرة. يا خرب بيتك، وانا ناقص كمان حاجة تبوظ، يعني مش كفاية ان الشغل واقف وكمان الكوز بايظ، ايه اللي بايظ فيه؟ بص يا دولة، مخروم ازاي وعمال ينقط عجينة. يلا ما هو لازم يبقى مخروم، امال هتنزل العجينة ازاي على الصينية عشان تعملها كنافة؟ يا هبل يا هبل. دولة انا بصراحة بقى، دولة بقى، انا الموضوع الوحيد اللي ما بفهمش فيه في حياتي هو موضوع الكنافة ده. الموضوع الوحيد؟ وانت كنت بتفهم في ايه؟ اذا كنت فاهم نفسك ان انت فاهم تبقى مش فاهم. فاهم؟ لا مش فاهم يا دولة. دولة انا عايز بقى ارجع يا عم للبازار بتاعي بقى، انا ما بحبش اعمل اي حاجة غير ان ابيع تماثيل واعمل الحاجات دي انا دولة بقى. وانت اساسا كنت فالح في التماثيل؟ خلاص ربنا يكرمنا بقى، ده احنا حتى بقالنا كذا يوم لغاية دلوقتي ما بعناش حتى ولا ربع كيلو قطايف عصافير. عصافير؟ يمكن طاروا يا دولة، يمكن طاروا. انت بتهزر ولا يمكن يلا يكون رمضان خلص ومحدش قال لنا يلا عشان كده محدش بيشتري لا كنافه ولا قطايف يلا؟ يمكن يا دولة. بص انا عايز بقى ابيع تماثيل تاني يا دولة علشان من خرج من بازار وتقل معياره. انت اللي معيارك فلت خلاص يلا رمزي، مفيش حل معاك، مفيش حل، دايما خاربها، انا اسميك يا خاربها. شكرا يا دولة. ولا رمزي زبون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه؟ انا عايز ارجع صينيه الكنافه دي. ترجعها يعني ايه؟ بعد ما حضرتك اشتريت مني الكنافه وعملتها في صينيه وكلت منها كمان، جاي ترجعها لي ازاي يعني؟ ما انا هرجعها يعني هرجعها. هي ايه يعني، عافيه حضرتك ولا بلطجه يعني؟ لو سمحت يا دولة سيبني انا بقى اتفاهم على الاشكال دي. معروف يا حضرت يعني ان البضاعه لا ترد ولا تسترد ولا تفنى ولا تستحدث من عدم. الله يعلمك بقى الكلام. يا معلم انا مش هتكلم، حضرتك شوف دوق بنفسك واحكم. ادوق ايه؟ مالها الكنافه؟ ما زي الفل اهي، وشها محروق وجميله يعني. دي حادقه جدا حضرتك، يعني ازاي حادقه قوي كده؟ شفت؟ صدقتني الكنافه كلها ملح والسكر مش عامل فيها حاجه. انت يا رمزي حطيت فيها ملح ولا ايه في الكنافه؟ دول لما الراجل اللي كان هنا هون ومشي وكان بيحط فيها ملح، على فكره انا شفته. حطيت ملح قد ايه يالا؟ لا استنى بس انا ادوق الاول يا دولة يعني. الله تسلم ايدك يا رمزي عبقري. ماليش دعوه بلسانك، لسانك اخبى منك. حطيت ملح قد ايه؟ حطيت نص شكاره يا دولة. نص شكاره ملح على شويه دقيق قد ايه؟ شويه قد كده دول. شويه دقيق قد كده وعليهم نص شكاره ملح؟ ليه يالا؟ يخرب بيه، امال بس برقبتي يا معلم، وانا مولود في صينيه كنافه، وهات لي لبس واجيب لك سديري واجيب لك يعني الطاقيه هي اللي هتعمل دي. انا اسف جدا حضرتك، وفلوس حضرتك عندي موجوده في الحفظ والسن، لو عايز بيها تماثيل عايز بيها اي حاجه تحت امرك. بالنسبه لك انت بقى تعالى لي، تعالى لي. والله دي حلوه يا دولة على فكره. حلوه طبعا. حضرتك انا هدوقك نوع جديد خالص من الكنافه، اطلع هنا.